كمان الصحافة اتكلمت عن المواجهة اللي هتجمع بين محمد صلاح وزميله ساديو ماني، المواجهة اللي هي بتحصل حاليا في استاد القاهرة. اتكلمت كتير من الصحف عن التصفيات المؤهلة للمنتخبات الإفريقية لصعودها لكأس العالم قطر 22. من العناوين المهمة اللي اتقالت أنه ESP أن قالت صلاح وماني يلتقيان، الشبكة قالت يلتقي الزميلان في ليفربول محمد صلاح وساديو ماني ضد بعضهما البعض في التصفيات الأفريقية لكأس العالم بعد وقوع مصر في مواجهة ضد السنغال. ميرور قالت صلاح بيواجه ماني بعد كأس الأمم الأفريقية، وصحيفة الميرور قالت أن الثنائي قد يلتقيان في بطولة الكان المقامة حاليا في الكاميرون إذا استكمل منتخبي مصر والسنغال مشوارهما في المنافسة، وهتجمعهم مباراة أخرى هامة في وقت لاحق بتصفيات المونديال، يقصدوا طبعا مباراة يوم الثلاث. The Athlete قالت صلاح وماني يلتقيان في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم ليغيب أحدهما عن المونديال. الصحيفة قالت كمان سيقود صلاح منتخب مصر ضد ماني والسنغال في مواجهة ستقام من ذهاب وإياب في تصفيات المونديال إذا تأهل الفائز إلى نهائيات كأس العالم في قطر. دي عناوين كانت من ساعات فاتت، العناوين دي هتتغير أو اتغيرت بعد هدف محمد صلاح، لكن الحقيقة كمان إيفنينج ستاندرد قالت أنه عن لقاء صلاح وماني، أنا بس عايزة أقول لكم قد إيه الاهتمام الكبير قوي بلقاء الزميلان اللي هم كل واحد فيهم نجم. ليفربول صلاح وماني بيلتقيان وجها لوجه وبتواجه مصر السنغال في التصفيات النهائية لمونديال 2022 في قطر.